ولا ده شاور لا قيصر يالا يا جدعان، ده شاور مسيح قيصر. ولا طب يلا بينا نروح لعمر شاور. عليكم وبداية فيديو جديد. طبعا يا جدعان اول حاجة انا عايزكم تركزوا معانا في الفيديو بتاع النهاردة. يا جدعان المفروض ان انا كنت قاعد لقيت رقم غريب بيرن عليا وبيقول لي افتح الكاميرا دلوقتي وصقه، يعني عايزني اصور الكلام اللي هو هيقوله لي. فطبعا يا جدعان المفروض ان انا سجلت الرقم، سجلته مأكول وهنرن عليه هنشوفه عايز مننا. بس قبل اي حاجة لو انتم مش مشتركين في القناة انزلوا دلوقتي احنا نعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك للفيديو ده، عشان خلاص ما عادش فاضل حاجة على 250,000. فالمفروض ان احنا دلوقتي بقى ايه معايا في الفيديو بتاع النهارده محمد ياسر. انا ما رضيتش اجي عن برضه ايه يعني ابقى في الفيديو لوحدي، قلت ايه عشان لو في اي حاجه. ده طبعا البوتيجارد شايفه مالها الفورمه. لا بص يا جدعان فورمه يعني. فالمفروض يا جدعان ان انا دلوقتي هرن على الرقم. بص يا جدعان انا المفروض مسجله مقوله هنشوفه عايز ايه. مين ده؟ رقم غريب يا جدعان بيقول لي افتح الكاميرا بس تكون بتصور. لا رب مني عشان الصور بتصدق اي حاجه. لا عشان لو طلع سابق ونهب عليه. سابق قول. الو انت بيسوق؟ بص انا اول حاجة فاتح الكاميرا اهو بصور فيديو زي ما انت قلتلي. انت بيسوق؟ ايوه انا بيسوق. انت بقى صاحب عمر شاور؟ ايوه. وبتدور معاه الدرع؟ ايوه بدور معاه الدرع. انت مين بقى؟ هتبعت لي لوكيشن وتجيب 50,000 جنيه وهتديني الدرع. طيب يا عم ماشي، بس اللي يضمنني يعني اللي انت هتدينا الدرع؟ كلمتك ضمان. طب يا عم ماشي ابعت اللوكيشن وانا جاي. طيب ماشي بعد. طب يا جدعان بقول لك ابعت لك على الواتس، المفروض ان احنا هنحاول نصدق وهنحاول يعني ايه اي مساعده اي مساعده بس عشان خاطر عمر شاور. يا جدعان طبعا انتوا عارفين ان عمر شاور اخويا، فالمفروض ان احنا هنروح وهنساعده وهنرجع الدرع باذن الله. فالمفروض ان احنا دلوقتي هندور العربيه وهنطلع على اللوكيشن اللي هو هيبعته. يلا بينا جدعان. المفروض ان احنا ركبنا العربيه وزي ما انتوا شايفين المفروض ان احنا دلوقتي هنطلع على اللوكيشن اللي هو بعته. بس يا جدعان انا حاسس ان هو بيحاول. يا عم مش وراهم ده بيقول لك هتخن. طب يا جدعان احنا مش رايحين لا ب 50,000 جنيه ولا اي حاجه، المفروض ان احنا رايحين فاضيين بس عايزين نمسك على البص. لو لقينا الراجل ده اللي كلمنا ده نخطفه فنعرف مين اللي بعته. ولا كلها بقت تتكلم بقى على اساس ان ياسر الدرع عايز اي فلوس وخلاص. فالمفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي خفافه ويبوس خش على
تجيبنا في التسابق. بصوا يا جدعان الشارع عامل ازاي يا جدعان، اللوكيشن جايبنا طريق مقطوع. بصوا تعالى كده خش باين الظلمه، انا لو طفيت اصلا نور العربيه يعني، بصوا نور العربيه هو اللي عامل الاضاءه دي اصلا، انا لو يعني لو طفيت نور العربيه هتبقى الدنيا كحل، والفلاشات اللي قايده من ورا الكاميرا واللي معانا وقسما بالله الدنيا هتبقى كحل. بقول لك ايه، اركب عن اللوكيشن ده، جبنا اماكن غريبه والواحد معلق، الواحد معلق. انا مش خايف بس غير من الاماكن يعني، في ازاي واحد يبعت لنا لوكيشن في المكان. مش بالك حد طلع يركب العربيه يدوس امه اللوكيشن جايب في نص الشارع. طب دول بقول لك على بعد 70 متر عادي. فيها ناس وفي عربيه، فاقفل كده القناه عشان ما تبقى جدعان. المفروض ان اللوكيشن جابنا في المكان ده، المفروض ان احنا هنا اهو يعني، معلوم اللوكيشن جايبنا في الفيلا دي او المكان ده، بس في ناس قاعدين عايزين يدخل من غير ما حد يبص. اللي قبل جوه يخبط على طول. صح صح معلش اهبط. بس الأب عشان طبعا الحمد لله مش عارفين. بصوا بقول لك كده كده ما حد عايش. بص يا اسطى المية ده، بص المية، بص بص المية مفتوحة اهي، بص طازة يعني كده في حد عايش. في موتوسيكل، في موتوسيكل في حد طلع بحوار علينا ناخد الموتوسيكل ده. عندها فيلا مهجورة دي ولا ايه؟ طب رن على الرقم ده. بص طب كل ملوك ولا لا مش عارف طبعا، كنت شايفني او حاسس بيه على كده اصلا. بني 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 ولا في صوت في الاوضه على كده. اسمع اسمع ما تخشش عشان ممكن يبقى في رعب في الهاتف دي ولا ايه؟ في حمار، ليش في حمار؟ في حمار، حمار خايف من حالي كده. في حمار يا جدعان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الحصان الحمار لما بيعمل كده بيبقى شايف شيطان. بيسو في الغابة، ما عايزك تنطلع من في غابة، ما تروحش
عم تقول لي انا مش عارف ايه الفيلا دي بتاعت حد يعني اللي بيبقى عندهم حمار دول بيبقوا ناس اللي هو فلاحين وكده. مع احترامنا طبعا للناس اللي فلاحين احسن ناس واجدع ناس، بس الراجل اللي بعت لنا اللوكيشن لو طلع بيحور علينا وربنا ما هنحل. بص بس كده معايا، ركز عينك عشان الدنيا ضلمه. سيبني بس بعيد عني عشان اجيب فكر نفسك. يا عم ما تخافش يا عم، يا عم بس عادي. بقول لك انا مقلق من الاوضه يا عم. تصور كده، ارفع ايدك كده، ارفع ايدك لو كان وضعك فيها حاجة. سامعني الصوت؟ فيها ايه يا اسطى؟ بط وفراخ وحمار. ايه؟ بط وحمار وفراخ. في هنا ثلاث اوض بس في اوضتين مقفولين. في مكان اهو. تعالى يا اسطى في مكان اهو. ركز بس، ركز انت بس، عمل لي كده. تعالى يا اسطى خش بس في السوق يا ابني. لا في مكان اهو يا ابني. تعالى يا اسطى يا ابني. تعالى يا ابني في مكان اهو. خبرنا يا ابني، شغلش بالك يا ابني. افرض هو يا ابني في مكان جات وقفت بره. بقول لك ايه، تعالى استخبى، تعالى استخبى، تعالى استخبى هنا يا اسطى، تعالى استخبى هنا. يالا تعالى 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 شوف الفلاش، اقفل الكاميرا دلوقتي، اقفل الكاميرا دلوقتي. بص صوت المكان اللي كان بره، صوت المكان مشي. يا جدعان الفيلا مرعبه قوي يا جدعان. الفيلا زي ما تكون فيلا مهجوره. بص شايفين يعني الفيلا دي اصلا بيتربى فيها حيوانات. الراجل ده شكله بيسوحنا. استنى هحاول ارن عليه. بقول لك ايه، انا في المكان اللي انت بحته. نص ساعة هتكون عندي. طيب ماشي، بس ده فيلا مهجورة اللي انت بعتني فيها دي. قلت لك نص ساعة هتكون عندك. طيب ماشي، يلا انا مستنيك. يلا سلام. ولا ده شعور نزل فيديو يا جدعان، شاور نزل فيديو. بصوا ولا ده شاور لا قيصر. يالا يا مسك يا جدعان، ده شاور مسك قيصر. بصوا انا قيصر اهو. ولا طب يلا بينا نروح لعمر شاور.